مقابلة زبيد لكريستيانو رونالدو فكرت الدنيا. زبيد يوتيوبر امريكي وغني عن التعريف، بدأ قناته في اليوتيوب كأي شخص عادي، ولكن الولد ده يا جماعة انشهر بردة فعله المش طبيعية، مجنون ورب. وأيضا عشقه لكريستيانو رونالدو. الموضوع بدأ لما زبيد اتعرف على رافاييل زميل كريستيانو رونالدو في المنتخب البرتغالي، واللي اتوسط له في مقابلة رونالدو، ودي كانت ردة فعل زبيد. احكي لي لو انت مكان زبيد هتقابل كريستيانو رونالدو، ايه هتبقى ردة فعلك؟